خاوية على عروشها، عمت أركان منازلها رائحة الدمار جراء حرقها من قبل الميليشيات المتنفذة والمتحكمة بأمر ساكنيها. المتابع للمشهد العراقي يتبادر إلى ذهنه ديالا، خاصرة العراق الشرقية التي أضحت اليوم بقايا لمدينة كانت في يوم من الأيام تعج بمختلف أنواع الفاكهة قبل أن يصبح مصيرها متأرجحا بين بطش تنظيم الدولة من جهة وانتهاكات الميليشيات المتنفذة من جهة أخرى. بيوت ناحيتي السعدية وجلولة تحولت إلى ركام يبكي أحوال أهله الذين نزحوا عنه مسيرين لا مخيرين. ولو قدر لهذا البيت أن ينطق لطلب أن يتحول إلى رصاصة تخترق جسد كل ميليشياوي استباح حرمته وهجر أهله منه لا يعي سوى ميول طائفية دفعته للانتقام من البشر والحجر. فبدت الحياة متوقفة في أزقة ناحيتي السعدية وجلولاء، حيث أغلقت تلك المحال أبوابها تخوفا من الممارسات القمعية لبعض عناصر الميليشيات. يبقى مصير أهالي ديالى مجهولا في ظل الصمت المطبق الذي يخيم على جميع الأطراف المعنية، فما بين السعدية وجلولاء لا يمر إلا طيف النزوح والتهجير، وما بين مصعب وسارية لا يستذكر أهالي ديالى إلا رائحة المجازر.